حضر هذا المؤتمر أيضا العديد من المسؤولين وأيضا وزير الشباب وأيضا حضره محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد ومراسل أونلايف إبراهيم عزت يلقي ضوء حول ما دار في فعاليات في لقائه مع محافظ القاهرة. أهلا بك إبراهيم وإليك التفاصيل. أهلا بك حساني، من هنا من جامعة عين شمس انطلق صباح اليوم مؤتمر معا من أجل مصر. هذا المؤتمر الذي يأتي احتفالا بالعيد القومي لمحافظة القاهرة وبالتعاون مع جامعة عين شمس. انطلق المؤتمر صباح اليوم بمشاركة 3 وزراء على أن يستمر حتى الخميس القادم، ولكن على كل حال معي الآن في هذا البث الحي المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة. باشمهندس برحب بحضرتك دائما معنا على شاشة أونلايف. يمكن زي ما ذكرت منذ قليل انطلق المؤتمر صباح اليوم بمشاركة 3 وزراء، هل ممكن حضرتك تطلعنا على جدول أعمال المؤتمر بداية من الافتتاح اليوم وهيستمر حتى الخميس القادم؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين على أون تي في. الحقيقة المؤتمر ده يعني نشاط هام جدا بتنظمه محافظة القاهرة بالتنسيق مع جامعة عين شمس ووزارة الشباب والرياضة بغرض ان احنا نلم الشباب كلهم في نشاط هيستمر لمدة 5 ايام بهدف ان احنا نرسخ مفهوم التسامح والوئام ما بين طوائف المجتمع، نرسخ الانتماء للوطن، نرسخ العمل الجاد من اجل بناء وطننا. كل دي أهداف يمكن اتقالت في البرنامج اللي عرضه السيد دولة رئيس مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء اللي فات 3 يوليو في برنامج الحكومة على البرلمان. احنا برعاية كريمة من السيد رئيس مجلس الوزراء هذا المؤتمر تم انعقاده، ويمكن هو أناب عنه السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا شرفنا وزير الشباب والرياضة ووزير التنمية المحلية، وألقيت كلمات الحياة جميلة جدا في الجلسة الافتتاحية. وإن شاء الله هيستمر المؤتمر زي ما سيادتك قلت لمدة 5 أيام، الجلسة الختامية هتكون يوم الخميس في المحافظة. المؤتمر هيشمل زيارات لأماكن عديدة وهيشمل ندوات وهيشمل مهرجانات غنائية، وأيضا هيتم لقاء ما بين مجموعة من الشباب مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ومع قداسة البابا توادرس، عشان برضو هذه اللقاءات هتديهم برضو بعد أكتر يمكن وإحساس بالمواطنة أكتر اللي احنا عايزين نرسخه لدى الشباب. المؤتمر ده بيأتي في إطار شغل كتير الحقيقة احنا عاملينه في محافظة القاهرة بأن ما يخرج من سنة، بنبني كيف نرسخ مفهوم المواطنة والوحدة الوطنية داخل محافظة القاهرة داخل الأحياء نفسها بالتعاون مع رؤساء الأحياء، ويمكن الكلام ده فعلا نفذناه كتجربة في حي مصر الجديدة وجاب نجاح كبير. بنعمل قوافل طبية، بنعمل مشاركة مجتمعية ما بين الجمعيات الأهلية سواء مسلمة أو مسيحية، مسلمة أو قبطية، من خلال الإمكانيات الطبية اللي موجودة عندهم بنعمل بروتوكولات وتعاون عشان الإنسان يحس أنه داخل بلده ممكن ياخد هذه الخدمة من أي حد. إحنا مصريين في النهاية، إحنا بنتكافل كلنا مع بعض، إحنا بنتعايش كلنا مع بعض من أجل مصر، معا من أجل مصر. رسالة واضحة أرجو إن شاء الله المؤتمر ينجح في إيصالها، والبوادر بتقول ان في نجاح كبير باذن الله. يعني ربما من الاسم معا من اجل مصر وبالشباب ايضا الذين هم يشاركون في هذا المؤتمر، اسمح لي اسال حضرتك المشاركين هم فقط مقتصرين على طلاب جامعه عين شمس ولا تم السماح لعدد من الشباب بالالتحاق لهذا المؤتمر من مراكز الشباب وما الى ذلك؟ لا، المشاركه اولا اللي حضر الجلسه الافتتاحيه حاليا 900، وفي زيهم يمكن نصهم بره. مش القاعة للأسف ما كناش متخيلين هذا الحضور الكبير، كنا عايزين لو كنا يعني حسينا بالحضور هيكون كده، لأن احنا خلينا الحضور مفتوح الحقيقة، يعني احنا ما خليناهوش منظم وندور على الأسماء، لا لا لا، احنا خليناه مفتوح. احنا اشترك معانا طلاب من الجامعة، اشترك معانا جميع مراكز الشباب ادناهم دعوة، اشترك معانا وزارة التربية والتعليم، دعينا بعض طلبة المدارس الثانوي الصف الثاني والثالث تحديدا على أساس أن الفئة العمرية هي اللي أنسب. فإحنا عندنا طلبة من ثانوي وعندنا طلبة من جامعة، طلبة من مراكز شباب مختلفة، يعني خليط الحياة. الدعوة كانت مفتوحة والاستجابة كانت رائعة، يعني الحمد لله.
أخيرا، كما ذكرنا هذا المؤتمر الذي يأتي بالاشتراك مع جامعة عين شمس ومحافظة القاهرة انطلق من جامعة عين شمس وسيختتم في محافظة القاهرة الخميس القادم. ماذا سيحدث يوم الخميس القادم وجدول أعمال ختام هذا المؤتمر؟ يعني أنا الجدول أعمال هنديهولك، بس هو يوم الخميس طبعا إن شاء الله هيتم تقييم كلمات ختامية وهيتم تكريم المشاركين، يعني النهاية الطبيعية لأي مؤتمر وتقييم التجربة عشان إن شاء الله تكرر. احنا ما رضناش نقول المؤتمر الاول، لكن احنا هو في نيتنا انه يبقى ده المؤتمر الاول، وان شاء الله نبنى على نجاحه باذن الله تعالى. اشكر حضرتك شكرا جزيلا ومزيد من التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. اذن مشاهدينا الكرام، كان مع حضراتكم في هذا البث الحي المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهره على هامش انطلاق هذا المؤتمر معا من اجل مصر، الذي انطلق من هنا من جامعه عين شمس بمشاركه 3 وزراء: التنميه المحليه والتعليم العالي بالطبع، وكذلك الشباب والرياضه. شكرا جزيلا لطيب المتابعه، والان الكلمه تعود مره اخرى الى زميلي العزيز حساني بالاستوديو. إبراهيم عز يتم رسلنا، أشكرك شكرا جزيلا حول هذا المؤتمر المهم الذي جاء بعنوان معا من أجل مصر في جامعة عين شمس، بحضور العديد من المتواجدين فيه من المسؤولين، حيث تم فيه الحديث حول محاولة نبذ الإرهاب وأيضا القضاء على الإرهاب بالبناء والتعمير، والحديث حول استراتيجية مصر العام 2030.